ينضم إلينا مباشرة من بغداد الوكيل البلدي لأمانة العاصمة ومدير عام دائرة المجاري السيد كريم خاتي. سيد كريم، مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم. وما هي خطط الأمانة هنا لمواجهة موجة الأمطار الجديدة، خصوصا إن أزمة الأمطار الماضية لم تنتهي بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم ولجميع مستمعي ومشاهدي قناة الحرة. موضوع سقوط الأمطار موضوع ليس بجديد، وأمانة بغداد تتوقع هذه الحالة لكون شبكات مدينة بغداد وطاقتها الاستيعابية لا يمكن أن تستوعب هكذا كميات أمطار، وخصوصا أن الشبكات لم تشهد توسعا، ومشاريع التي استحدثت لغرض معالجة هذه الحالة لم تكتمل، الخطوط الناقلة لم تكتمل في مدينة بغداد. ومع كل هذا الأمر هناك إجراءات لأمانة بغداد. ما هي طارئة هذه الإجراءات؟ استحدثت في لإنشاء بالنسبة إلى احنا طبعا من الغير منصف أن نقول أن بغداد غرقت، لا، بغداد أجزاء منها، فقط أجزاء منها. جانب الكرخ الآن بعد يومين من سقوط الأمطار وثلاث أيام أصبحت الشوارع والمدينة تماما جافة. أيضا جانب الرصافة الجزء الأكبر منه اللي هو مركز الرصافة والكرادة هي في حالة جيدة، أما الجزء اللي فقط اللي هو شرق القناة، منطقة مدينة الصدر والبلديات، الحقيقة عندنا مشكلة بها. الخط الناقل الرئيسي كان المفروض أن ينشأ خط مساعد إليه بنفس وأكبر منه قطرا، يستوعب الكميات الكبيرة الهائلة اللي تسقط على كذا مساحات. الخط المساعد لم ينجز. لماذا على سيد الخط كريم القديم لماذا ما تزال مناطق شرق القناة هنا دون خدمات مجاري قادرة على تصريف مياه الأمطار حتى الآن؟ دعنا في هذه الأسباب. نعم، المحلات جميعها مخدومة بشبكات مجاري، الإشكالية فقط في الخطوط الناقلة. الخط الناقل في شرق القناة كان المفروض أن يكتمل خط موازي إلى خط الحالي الموجود تحت الخدمة. هذا الخط عانى مشكلة وجود متجاوزين على مسار الخط، مما أدى إلى عرقلة تنفيذه. لا يمكن أن ترفع التجاوزات بأعداد كبيرة من الدور السكنية المأهولة، ومما اضطر إلى استحداث أكثر من مرة يتغير المسار ماله، وبالتالي أصبح تأخير بهذا المشروع. ما حدا بأمانة بغداد أن تتخذ إجراءات طارئة أخرى، أن ننصب خطوط طوارئ من المحطات اللي تعمل حاليا باتجاه قناة الجيش وقناة الشرطة. قناة الجيش تعمل بكامل طاقته، واللي المطلع على المواقع يشوف يلاحظ أنه قناة الجيش وقناة الشرطة تعمل ويتم الضخ عليها، لكنه الكميات كبيرة، كميات مياه الأمطار كبيرة. والطاقات المحطات أصلا هي أقل من المتوقع. طيب، في كل أزمة سيد كريم ومنذ سنين تكررون نفس الأعذار للمواطن هنا، يعني في هكذا أزمات عادة ما تتخذ إجراءات حقيقية هنا لتلافي هذه الأمطار، مثلا لماذا لا يتم قص الشوارع هنا أو كسر الأرصفة، فتح مجاري مؤقتة إلى نهر دجلة لتصريف كل هذه المياه؟ ستي، من موضوع شرق القناة بعيد عن دجلة مسافة ويدخل من ضمن المدينة مكتملة الخدمات، ومن العيب أن ندخل نحدث شقوق مفتوحة في مدينة متكاملة الخدمات. هذا أفضل من غرق المناطق سيد كريم، يضرر كل الخدمات في الجاذرية الموجودة. مثلا هذا أفضل من غرق المناطق. لو سمحتي هذا الموضوع يحتاج إلى محطات رفع. معناه يحتاج إلى محطات رفع ومشاريع تستحدث. احنا عندنا دراسات استشاريه لمدينه بغداد كيف يتم تصريفها باتجاه الجنوب، باتجاه ميل الارض. هذه هكذا خطوط تعتبر عشوائيه. الدليل على اجراءات امانه بغداد انه اصبحت اكثر نجاحا من الاعوام الماضيه. منطقه جميله، الكل يعرف ان منطقه جميله كانت اخر نقطه في مدينه بغداد تجف من مياه الامطار. الان لاحظنا احنا بعد يومين او اليوم الثالث الآن مدينة جميلة والمحلات المحيطة بها جافة تماما. احنا عندنا فقط الآن مشكلة أربع محلات في مدينة الشعب، وعندنا القطاعات أربع قطاعات في مدينة الصدر،
وشارع المصرف في البلديات فقط. نعم. منطقة اليو ان المعروف عنها آخر منطقة جف، احنا الآن اليوم بها كانت الدور السكنية والأزقة ناشفة تماما، فقط عندنا شارع رئيسي بور كبير محصورة، وإن شاء الله غدا طيب. عندنا إجراءات عليه لتصريف. طيب سيد كريم، الخط الناقل هنا معطل بسبب تجاوز بعض السكان على هذه الشبكات، هل الحل هنا هو في إزالة هؤلاء السكان المتجاوزين للتخلص من هذه المشكلة وبشكل نهائي؟ لا ستي، طبعا احنا هذا الموضوع اصبح شبه مستحيل لانه حوالي 1000 دار سكنيه هناك، فمن المستحيل ان ترفع هاي الدور السكنيه. اذا ما هو اقتراحك لحل هذه المشكله؟ احنا استحدثنا غيرنا مساره. نعم غيرنا مسار الخط باتجاهنا الردياله، تجاوزنا منطقه التجاوزات واستحصلنا موافقات تغيير حذف هذا الجزء وتحويله باتجاهنا الردياله، لكن هذا الموضوع يحتاج الى مشروع معالجه ومحطه رفع، أصبح الآن مشروع جديد آخر، وهذا طبعا صارت عدة مخاطبات لحتى نستحصل على المبالغ اللازمة وبدراسات استشارية، والشركة بدأت أيضا تتلكأ في الخط أصلا، الخط الأصلي أيضا لم تكمل الخط الأصلي، والآن الإجراءات الأخيرة هي شكلنا لجنة إسراع، يعني بعد استكمال الإجراءات القانونية تبدأ لجنة إسراع لإكمال الخط. طيب سيد كريم، في كل عام مثلا هنا تخصص مبالغ كبيرة لتعويض المتضررين من الأمطار والعواصف، لماذا هنا لا تستثمر هذه المبالغ في الشروع بمشروع جديد كي تصرف مياه الأمطار في العاصمة؟ ستي، هذا القرار يعتبر قرار مركزي، موضوع التعويض هو لعام 2013 فقط، هو لحاله لسنه واحده، وموضوع المعروف انه هذا تبويب لتعويض المواطنين نتيجه تضررهم، وموضوع المشروع هو موضوع خطه استثماريه في عن طريق وزاره التخطيط، يعني هذا الموضوع مختلف تمويله، وبالحقيقه هو التمويل ليس هو العيب الان، ليس هو السبب، لكن اكو هناك مشاكل تنفيذيه، يعني مستوى الشركة العاملة العلاقة، وأيضا التغييرات الكثيرة اللي حدثت عن مسار الخط بسبب التجاوزات أيضا أخرت المشروع، لكن وبالتالي أمينة العاصمة كررت أكثر من مرة سيد كريم من الشركة أن هناك مشكلة في التمويل وفي التخصيصات هنا. نعم السيدة ذكرى علوش. نعم خلال عام 2015 نعم خلال عام 2015 نعم موضوع الصيانة، نعم. تنظيف الخطوط، إدامة المحطات، تأهيلها، إصلاح التخسفات الحاصلة في الشبكة، هذه طبعا مبالغ تحتاج إلى مبالغ مستمرة على طول السنة، هي تعتبر مبالغ تشغيلية، نعم. وبالتالي عام 2015 أصبحت التخصيصات شحيحة بسبب الوضع المالي للبلد. من بغداد الوكيل البلدي لأمانة العاصمة ومدير مجاريها السيد كريم خاتي، شكرا جزيلا لك.